من أجل تطوير القطاع الصحي في بلدية تراغن والاطلاع على سير العمل بمركز العزل وقسم الأمراض المعدية بالمستشفى، عقد في المستشفى اجتماع تنسيقي بين مندوب منظمة الصحة العالمية وإدارة مستشفى تراغن ومندوبين عن جمعية الهلال الأحمر. نوقش فيه آليات دعم منظمة الصحة العالمية للمؤسسات الصحية والتطوعية لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على الجانب التثقيفي للمواطن من خلال الملصقات والمطويات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. تم في مناقشة عدة من الأمور لدراسة التطورات الجديدة في الانتشار الكامل للجائحة وإسعاف ما هو يتم إسعافه، فحيث تم سلسلة من القرارات أن نحاولوا زي ما نقولوا نوصلوا فكرة للناس أن راه الجائحة في استمرار وفي ازدياد منقطع النظير. يعني لازم إحنا ننتبهوا أن مش نقولوا لا لأن نقص الإمكانيات ولا نقص الأخذ العينات إن لا الكورونا انتهت، لا الكورونا في ازدياد كامل زي ما تسمع في طرابلس. فإحنا لازم نتعاون مع الهلال الأحمر، مع الصليب، مع مؤسسات المجتمع المدني. وعقب الاجتماع قام مندوب الصحة العالمية برفقة نائب مدير المستشفى ورؤساء عدد من الأقسام بجولة تفقدية إلى قسم العزل وقسم الأمراض المعدية للاطلاع على مستوى العمل داخل الأقسام ومدى ملائمة الإمكانيات المتاحة لمواجهة كورونا، إلى جانب لصق عدد من النشريات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في ذات الشأن. التعاون بين مستشفى تراغن ومنظمة الصحة العالمية خطوة لتعزيز المواجهة الطبية ضد فيروس كورونا ومواكبة آخر التطورات العالمية لهذه المواجهة.